ابتدت تتقل، فطرحها الى وسط الايف، وزنة الرصاص دي نزلت على المكيال فايه هبدته كده في الارض، وطرح ثقل الرصاص على فمها. فحط كل الايه التشبيهات في بعض، المرأة على الايفة على الرصاص، كلهم اتربقوا في بعض كده عشان يقول الشر واللي بيعمل الشر والشيطان كلهم في الاخر هيروحوا النار، او هينزل عليهم ايه وزنة الرصاص دي تجيبهم لتحت. ورفعت عيني، عمال يرفع عينيه يتفرج، لسه نفس الفكرة بس بأكتر من منظر. يبقى الإصحاح كله بيتكلم عن الشر المنتشر ومجازاته المفرح، لأنه لما ربنا يوقف الشر ده شيء مفرح، لأن احنا كلنا ما نحبش الشر. ورفعت عيني ونظرت وإذا بامرأتين خرجتا، طلعوا اتنين برضو إشارة لإيه؟ لنوعين من الشر، السرقة وعدم الأمانة والكذب والحلفان مع بعض، والريح في أجنحتهما، يعني بيطيروا، فالشر ده بيتنقل بسرعة جدا. وفعلا عاوز أقول لكم، أي حد يلف في العالم يتصور أن بعض البلاد قال يعني فيها حضارات أكتر من بلاد، أو يعني فيها نظام أكتر من بلاد، إنما الحقيقة الشر مال الدنيا كلها، وما فيش بلد مفشر، والشيطان له في كل حتة ناس تبعه وناس تقال يعني. والتبشير بالشر أصبح لغة هذا الجيل، يعني الناس بتبشر بالشر، بتفتخر بالشرور، فأصبح أي واحد طالع للدنيا بينبهر بالشر، عاوز يبقى زي الناس الأشرار ويغير منهم ويفتكر إن هي دي الحياة ودي الشطارة. وعشان كده يعني للأسف بيبقوا قلة هم اللي بيمسكوا في ربنا، ودول بيتعبوا في المسيح. عشان كده قال انه قليلين اللي هيلاقوا الباب، ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه. السرقة سهلة، الامانة صعبة، الكذب سهل، الصدق صعب، الغش سهل، انما الحق مش سهل. فهنا طبيعي الدنيا الناس بتستسهل الغلط. امرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق. اللقلق ده